السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. انا كنت عايز نصيحة من حضرتك بعد اذنك. اذا كان الوالد عنده عادة غريبة جدا، انه يعني بيحكي كل تفاصيل حياته وحياتنا وحياة اخواتي لكل الناس اللي يعرفهم اللي ما يعرفهمش، وتشتغل معاهم والناس كويسة والناس مش كويسة، وانا خايف اخد اي يعني حاجة اعملها معاه تكون من باب العقوق. حضرتك الوضع ده ممكن حضرتك نحله ازاي او نتصرف؟ لا تخبروه بالامور ذات الاهمية. هو حضرتك اي حاجة مهمة او مش مهمة عرفها حتى لو من ورانا، المهم تخفونه عنه بس. فممكن يعني ممكن حضرتك مثلا يعني اتكلمنا معه، ما فيش فايدة، ما فيش اي حل حضرتك وما يكونش من باب العقوق؟ اكتموا عنه الاخبار بس فقط. انت عرفت ان والدك خفيف العقل ويفشي الاسرار. ايوه اكتم عنه الاخبار المهم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.